السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنتكلم على واحد السباق قديم، سباق من المرجعيات الكبيرة في ألعاب القوى العالمية. سباق عرف أول ميدالية أولمبية مغربية في سباق 1500 متر. يتعلق الأمر بسباق برشلونة 1992 الفضية الغالية ديال رشيد البصير. رشيد بغيت نعرف به في هذا الفيديو لأن الجيل الصاعد حاليا أو مجموعة من العدائين الناشئين ما تعرفوش كتير، ما سمعناش عليه كتير في التاريخ المغربي، ولكن هو بطل كبير، ابن مدينة فاس، صديق ديال خالد السكاح. والقصة كتقول على أن السكاح كان كيساعد رشيد البصير في كل ما هو طويل، كل ما هو جلد، صبر، أونديرونس، ورشيد كذلك كان يساعد خالد السكاح في كل ما هو قصير، سرعة، إنهاء السباقات، الفينيش. هذاك الشيء علاش غادي نشوف واحد السمات كبيرة من طرف رشيد البصير في سباق برشلونة 1992، غادي يحصد ميدالية أولمبية بالسرعة النهائية. وشفنا كذلك السرعة الكبيرة ديال خالد السكاح في النهائي ديال 10000 متر اللي سحق بها الملاحق ديالو. هاد جوج ديال العدائين هما اللي كانوا فازوا بميدالية المغرب، هما اللي كانوا كلاصاو المغرب في سبورة الميداليات ذهبية وفضية. السباق ايضا اللي عرف المشاركة ديال بطل العالم نور الدين مرسلي. وهذا الفيديو ماشي باش نقارن بين مرسلي ورشيد البصير، لا، فمورسلي عداء كبير معروف تاريخيا، عنده ألقاب، كان فافوري باش يربح الميدالية الأولمبية سنة 1992 كما قلت بطل العالم، كان عنده الام بي ام أحسن إنجاز السنة، وشهور قليلة بعد المنافسات ديال برشلونة غيحطم الرقم القياسي العالمي، يكون أول رقم عنده في 1500 متر، وفيما بعد يعاود يحطمو مرة أخرى، غيحطم الرقم جوج ديال المرات. هذا التحليل فقط هي باش نعرفوا الخطا اللي دار مورسلي، وكذلك كيفاش حصد الميداليه الفضيه البطل الكبير رشيد البصير. السباق اللي عرف ايضا مشاركه فيرمين كاشو الاسباني، تلعب في بلاده، حتى هو نقدروا نقولوا انه مرشح باش يطلع البوديوم، ولكن ماشي الاول، الاول كان هو مورسلي. السباق مشى بطيء جدا في الدورات الاولى الثانيه الثالثه، ما كانش شي تنافس كبير، العدائين بقاو مجموعين، بقات دورة وحيدة فقط في الأخير غتنتهي يعني بواحد السرعة نهائية بين العدائين. الخطأ اللي كان دار مورسلي هو أنه بقى متراجع، كنعرفوا أنه عداء سريع في الدورة الأخيرة، وعوض أنه يكون في الأمام بقى في الوسط. فيما بعد مع صعود في السرعة ما لقاش من يخرج، سدوا عليه العدائين الكينيين، ما لقاش منفذ، حاول أنه ينسل من اليمين ويدير دورة كبيرة، ما قدرش، بقى حاصل، وبالتالي فكان صعيب عليه انه يلتحق بالمقدمة. فيرمين كاشو مش السباق في صالحه، وكان عنده الزهر كتير في هذا السباق، كان في الممر الاول عرف كيفاش يجاري السباق وكيفاش انه يكون متموقع جيدا في هذا السباق. هذا السرعة النهائية كذلك من طرف فيرمين كاشو صعيب يعني باش يلتحق به شي عداء اخر، وبالتالي حصد الميدالية الذهبية في بلاده في برشلونة. بمعنويات كانت مرتفعة آنذاك من طرف هذا العداء، لأنه كما قلت تلعب في إسبانيا في بلاده في برشلونة. الشيء الجميل في سباق برشلونة هو السرعة الخارقة ديال رشيد البصير في تقريبا واحد 110 أمتار الأخيرة، السرعة كبيرة. تصور أن عداء قدر أنه يسبق واحد 6 العدائين ويجي في المركز الثاني، يعني من المركز الثامن الى غايه المركز الثاني، فضية غالية كما قلت، قدر انه يحسم السباق لصالحه. تشوف السرعه الكبيره، سرعه جنونيه خارقه، ما عرفش انا شحال يكون دهر في هاد 100 متر الاخيره صراحه. فتقاتل على الميداليه ديالو، وميداليه مستحقه للمغرب، وفضية غاليه في التاريخ المغربي. العدائين الثلاث الاوائل ما كانش بينهم فرق كبير كما قلت، تحسم السباق والسرعه النهائيه. مركز اول فيرمين كاشو 43 12 جزء من المئة، مركز ثاني رشيد البصير 43 62، مركز ثالث محمد سليمان من قطر 43 69. كان هذا سباق برشلونة سنة 1992، سباق نهائي ديال 1500 متر. شكرا لكم جزيلا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.